النهارده في واحد من الناس عندي يعني نجمه جميله جدا جدا، وهي كمان قصه انسانيه جميله جدا، وقصه فيها الفرح وفيها الحزن، لكن هي جواها طاقه امل واصرار وتحدي وتفاؤل. حدوته لما انا سمعتها اتوجعت، لكن لما شفت ابطالها لقيت ان هم قدروا يحولوا المحنه لمنحه، والالم لامل، والمرض لطاقة إيجابية. حدوتة رضوى نبيل عبد الرؤوف الشهيرة بطاطا. طاطا فتاة عمرها 14 سنة، لكنها بتعيش بقلب ووجه فتاة وجسد طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها سنة واحدة. طاطا في الفترة اللي فاتت كانت حديث السوشيال ميديا بعدما انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معها ناس كتيرة جدا جدا جدا. فاضل اقول لكم ان طاطا بتعاني من مرض نادر يصيب 1 في المليون، وهو العظام الزجاجية اللي بتوقف النمو. لما شفت طاطا ما صدقتش انها بتعاني من اي مشاكل صحية، لانها مليانة امل واصرار وطاقة وحيوية، ونفسها تكون مشهورة والناس كلها تعرفها. اول ما تفتح صفحتها الرسمية على فيسبوك هتلاقي وصفها، صاحبة أخف دم وأرق ابتسامة، رضوى نبيل. قولي لي يا بنت كلمة بتبتدي بحرف الإيه؟ إيه إيه؟ إيه إيه؟ لا إيه دي تقوليها لما ترتاحي أنت أمك كده جنب الفرن. آلاف المتابعين بيعبروا عن حبهم ليها على كل منصات السوشيال ميديا، سواء تيك توك أو فيسبوك أو يوتيوب. إيه فايدة الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحل بيها يا أم كامل؟ وفيديوهاتها المليانة بالبشاشة دايماً بتبعث الأمل وتنشر السعادة. يا اهلا وسهلا بيكم. اولا ازيك يا طاطا؟ الحمد لله كويس. انت نورتيني وشرفتيني النهارده. ده نورك، ده الشرف ليا ان انا حضرتك النهارده. والله الشرف لي انا كمان بجد. ويشرفني جدا طبعا ان انا كابتن نبيل عبد الرؤوف، لاعب كره سابق ومدرب حاليا، والدي اهلا بحضرتك يا فندم، والاستاذه ايه صبري والدتها. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. احكي لي بقى ايه حكايه طاطا؟ طاطا تدينا طاقه ايجابيه في البيت ومصدر السعادة بتاعنا وترمومتر البيت بتاعنا. طاطا يعني طول ما هي الحمد لله كويسة ومبسوطة فالبيت كله مبسوط ومرتاح، يعني كلنا في خدمتها في أي وقت، سواء أنا ومامتها أختها أخوها، كلنا يعني تحت رجليها. وطاطا عانت كتير معانا، و يعني ظروفها زي ما حضرتك حكيت كده، طاطا عظمها زجاجي، تعبت شويه معانا كده. هي دلوقتي عندها 14 سنه. 14 سنه. لكن نموها عند سنه واحده. النمو واقف. هو نوع طاطا في نوعين من العظم الزجاجي. نوع يبقى فيه نمو ونوع ما فيش نمو. النوع اللي فيه نمو فيه يوصل لحد سن 18 سنه وياخد مصل ويعني ما يتكسرش. اما طاطا بالنسبه لحاله طاطا ما ينفعش ان هي تاخد المصل ده لان طبعا ما فيش نمو. بس يعني الحمد لله يعني احنا مبسوطين بيها وفرحانين بيها، وهي بصراحه مصدر السعاده بتاعتنا. هي كمان مصدر سعادتي النهارده، نوراني النهارده. انما ايه اشرحي لي بقى تتعاملي معاها ازاي في ضوء ان هي يعني ممكن تتعرض للكسر في اي وقت؟ هي فعلا كانت بتتعرض وهي صغيره للكسر كتير. دايما كانت بتتكسر مجرد اللي هي ممكن بس نخلعها الهدوم الملازي بتاعتها نبص نلاقي ايديها ورمه. فاحنا بنثبتها لها، عرفنا بقى لما رحنا للدكتور وكده هي ملهاش جبس ولا لها حاجه، بتثبت كده. الكسر بيلتئم لوحده؟ بيلتئم لوحده، بتثبت ايدها على صدرها، كانت دايما ايديها اكتر حاجه. بتثبت على صدرها وبعد 10 12 يوم كده تبدا تحرك ايديها تاني وترجع تاني، ترجع تاني كويس. بس حاولنا بقدر الامكان اللي احنا ما نعرضهاش لاي حاجه ممكن تكسرها، مثلا شقاوه الولاد الصغيرين، اي حد بقى كل الناس اللي تعرفها بتتعامل معاها بمعامله ايه؟ معامله خاصه. بس والحمد لله دلوقتي بقت احسن، بنحافظ عليها على قد ما نقدر. هي دايما بتحب الخروج وبتحب تحب الناس واجتماعيه جدا، تروح النادي، تروح حفلات، يعني طبيعيه خالص كاي حد في سنها. ودماغها ما شاء الله. هي عندها اخوات غيرها؟ عندها روان ثالثه ثانوي وعندها مؤمن في ثانيه ابتدائي. اصحابك اخواتك طبعا؟ طبعا. واصحابها بنعمل لها عيد ميلادها وتعزم الناس كلها وبتبقى. انا عايز اسالك بقى، مين اللي اختار لك الفستان الجميل ده اللي انت لابساه؟
هو بابا ومروان، بابا واختي الكبيره هما اللي اختاروا لك. اه بس عايز اقول لك فستان جميل ما شاء الله. احكي لي بقى، انت تدرسي؟ اه تدرسي اونلاين مثلا؟ انا علمتها في البيت، لان هي ما كانتش يعني مجرد ان هي مثلا هتروح مكان الاطفال هيتعاملوا معاه كانت ممكن تتعرض للكسر فعشت وجع، فانا علمتها في البيت، وهي بقى على السوشيال بقى بقت تظبط نفسها من خلال النت، كان عندها تاب وبعد كده منها تليفون، بقت ما شاء الله شاطره في يعني بقت تخش على الانستا وتخش على اليوتيوب هي مشهوره جدا على السوشيال ميديا. وهي اللي بقت تظبط، فهي مره عملت فيديو كده، كنا خارجين مره فمره عملت فيديو على التيك توك ونزلته، فلقت مشاهده عاليه جدا، فمن ساعتها لقيت الكومنتات بتاعه الناس، كومنتات الناس بقت كتير قوي ومبسوطين بيها وبيقولوا لها كلام حلو وجميل، فبقت مبسوطه واداها طاقه ايجابيه جامده، خلوا عندها ثقه بنفسها اكتر، وحسيناها اللي هي يعني حالتها يعني النفسيه بقت احسن، وبقت يعني ظبطت حالتها مزاجها وظبطت. طب تعالي نشوف لها فيديو بقى، يلا معانا فيديو حلو ليها. انت عايزه تكوني مشهوره صح؟ ايوه مظبوط؟ صح. بس انت بقيتي مشهوره كمان دلوقتي. ايوه. طب ايه رايك نعمل تيك توك دلوقتي؟ دلوقتي؟ اه هنزلك اغنيه وتعملي عليها تيك توك، ايه رايك؟ مش هنش معنا. احنا معانا اغنيه يا استاذ احمد؟ يلا. انت رائعه. بجد انا منبهر بيكي جدا على فكره، انت سكر. قولي لي بقى رايك ايه في القضيه اللي معروفه باسم التنمر؟ ليكي راي فيها بابا بيقول لي. ايه؟ انا اسمي توتو نبيل، عندي 13 سنة، 13 ولا 14؟ عندي 13 سنة وانا عندي داخلة في ال 14، وانا عندي زجاجي وبحب نفسي كده وكل الناس بتحبني، وانا بحبكم والله، اي حد مختلف جميل، لازم كلنا نحب نفسنا، وما ينفعش نتنمر على حد عشان شكله غريب يعني كده، وكلنا حلوين علشان ربنا خلقنا في احسن صوره، ربنا يخلقش حاجه وحشه. الله عليك. انت يعني اوجستي بجد، اللي انت قلتيه ده بمليون كلمه ممكن تتقال، انت عظيمه جدا يا طارق. ربنا يخليك، شكرا. قولي ايه بقى بتحبي مواهبك، ايه بقى بتحبي، ايه بقى ايه الحاجات اللي بتحبيها في الفيديوهات ولا في ايه؟ في كل حاجه. انا بحب اعمل فيديوهات عشان افرحكم، وبحب قوي الناس لما تقول لي كلام حلو بتشجعني وبتخليني اعمل فيديوهات وحاجات جميله، وانا بحبهم قوي، وانا نفسي قوي قوي اشوف تامر حسني واعمل معاه حاجه حلوه واني اشوفه. وانا هخليكي تشوفيه. حاضر. وانا نفسي ابقى ممثله، ونفسي كمان اشوف احمد حلمي ومنى زكي، ونفسي اشوف فنانين كتير قوي، وانا بحبكم جدا. انت الناس كلها بتحبك، وكمان معايا فيديوهات جميله جدا في لعيبه كره بيدعموها، مظبوط؟ نشوف الفيديوهات يلا. رضوى نبيل عامله ايه؟ يا رب تكوني كويسه، يا رب تكوني دايما كده كويسه وفي نجاح يا رب. فيديوهات الجميلة ومكسرة الدنيا زي ما انت كده، وربنا يكرمك ان شاء الله يوفقك دايما، وانا متابع فيديوهاتك وكلنا متابعين فيديوهاتك، وعمرو رضا اول ما قال لي ما قدرتش اتاخر عليك يا دودو، يلا اشوفك قريب باذن الله. ازيك يا رضوى عامله ايه واخبارك ايه؟ يا رب تكوني بخير وكله تمام. انا بشوف فيديوهاتك وفيديوهاتك كلها جميله، واحنا مبسوطين بيكي وبنحبك، ويا رب كده نشوفك على طول في احسن حال، وكابتن احمد بيحبك جدا، واول ما قال لنا ما قدرناش نتاخر، فان شاء الله نشوفك في اقرب وقت، ودايما كده نشوفك كل فيديوهاتك الجميله. وانا متابعك يا طاطا،
رضوى نبيل انا متابعك ودمك زي العسل وانت زي العسل، وان شاء الله كده كل الفيديوهات هنتابعها وربنا معاك ان شاء الله، واشوفك قريب باذن الله. يا طاطا وانا متابعك انا كمان يا طاطا، انت اخف دم على التيك توك اصلا. رضوى نبيل اتمنى انك انت تكوني كويسه وكل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الاضحى، وانا متابعك وكلنا متابعينك وعايزين حاجات جديده لان انت اخف دم بجد. شفتي الناس كلها بتحبك ازاي وانا بحبك وانت بجد رائعه وانا والله العظيم بحبكم جدا جدا اقسم بالله. نفسك في ايه بقى قولي؟ نفسي اشوف طلعه. هي طاطا انا بصراحه يعني ما نفسيش في حاجه، يعني بابا مش مخليني محتاجه حاجه. طب عايز تقولي لبابا ايه النهارده وتقولي لماما ايه؟ انا بحبكم جدا وربنا يخليكم ليا، وانتوا احسن عيله في الدنيا حبيبتي. طاطا احنا بنحب روان، وانا بحب روان ومؤمن، وبحب خال احمد وخاله حماده، وبحب كل الناس، وبحبكم جدا، بحب كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي. احنا كلنا بنحبك جدا وبجد يعني عايز اقول لك ان احنا قد ايه معجبين انك انت معانا النهارده، انت نجمه جميله وانا بحييك. عايز تقول ايه في الاخر؟ تحلم لها بايه وتتمنى لها ايه؟ والله طاطا يعني انا اتمناها تبقى فرحانه ومبسوطه على طول، وهي على طول على فكره الابتسامه دي موجوده على طول معاها الابتسامه، عشان احنا بنتعامل معاها معامله ان هي سليمه وتمام ومفيش فيها اي حاجه وليها راي وليها شخصيه وهي عسل يعني، وكلنا كلنا يعني بنموت فيها. وانا كمان بموت فيك. نفسك ايه بقى؟ نفسك تحلمي لها بايه؟ هي نفسها تعمل حاجه للاطفال زي توعيه اونلاين مثلا، هي الاطفال بيحبوها جدا، ف يعني يا ريت حد يساعدها مثلا يديها افكار وهي تتواصل. تقولي لنا حاجه توعيه دلوقتي يمكن لو عملتيها كويس نعملها على طول، ايه رايك؟ للاطفال اللي يسمعوا كلام مام كانت بتقول لي، هي قالت لي الفكره دي، انا عايزه اعمل حاجه. عايز تقولي ايه للاطفال؟ قولي لي يلا. اتمنى ان كل طفل يسمع كلام ماما بابا، عشان ماما وبابا دول دايما يعني بيقولوا لنا الكلام الصح، يعني وايه اي حاجه ماما وبابا يقولوها لازم ننفذها، وما ينفعش كمان ناكل حاجات من بره، وكلنا نسمع كلام بابا، ولازم كلنا نقرا قران ونصلي ونعمل كل حاجه حلوه. برافو عليك، برافو. نورتيني يا تاتا النهارده، وان شاء الله احنا يعني بعد ما نعرض الحلقه ان شاء الله كده لازم هنشوفك تاني ونعرف اخبارك ونعرض كل التيك توك بتاعك اللي بتعرضيه ان شاء الله. هي عندها صفحه باسمها. اسمها ايه الصفحه؟ اسمها رضوى نبيل. الصفحه الرسميه الصفحه الرسميه ليها رضوى نبيل على الفيسبوك، ومعاها فانز كتير يعني، وانا كمان هعملك فولوينج. خلاص بتحب الناس يتابعوها فيه. نورتونا وانا سعيد جدا بطاطا، وربنا يبارك لكم. وانا كمان سعيده، وانا بحبكم قوي، وانت كمان بحبك قوي، وانا بحبك قوي. وانا كمان. باي باي. باي باي.